مرحبا شباب الريبلز، معكم هيموكوك. اليوم هو اليوم الثالث والاخير للتسريبات. راح نفرجيكم تعويضة عراقيل الجذور اللي هي التعويضة الجديدة. احنا ما نزلنا عن اول يوم وثاني يوم تسريبات لانه زي ما بتعرفوا باخر مقطع لنا جبنا العيد وسربنا كثير اشياء، وانا متجعبالي يسحبوا مني نسخة المطور. طبعا هاي نسخة المطور لكلاش اوف كلانز مش نسخة مهكرة، فانا الان جديد على كلاش اوف كلانز، سربنا كثير اشياء بالغلط وانا خفت صراحة، فلهيك خليت انه ايش يسربوا الناس براحتهم وانا هيك انزويت عشان ما حدا يتذكرني. اليوم هو اليوم الثالث والاخير للتسريبات، في عنا تعويض جديدة اسمها عراقيل الجذور. خلينا نشوف التعويض كيف تشتغل. مساحتها هتكون جدا كبيرة، 2 تايل، وبتعمل تجميد لكل الدفاعات. زي ما تشايفين الهيرو او الشامبيون بعده شغال بس المنطقة تبعته تجمدت، ولو تشوفوا هون الملك ولا كأنه في دفاعات، ففشق عنهم. يعني انت لما تجمد هاي الدفاعات هي ما بتقدر انها تهجم عليك، وبنفس الوقت جيشك ما بيقدر انه يتخلص منها. بعد مرور 22 ثانية راح تشوفوا انه الدفاعات رجعت زي ما كانت، والملك راح يبلش او راح يكمل من محل ما وقف. يعني طبعا المده راح تكون لمستوى 1 22، تفتحها هاي التعويذه على تاون هول مستوى 12، بعدين على مستوى 13 بتقدر تطورها لمستوى 2، بتصير تعطيك 24 ثانيه مدتها، بعدين تاون هول 13 بتصير 14 قصدي 26 ثانيه، بعدين 28 ثانيه. التعويذه جدا اسطوريه، مساحتها جدا هائله، وعلى الاغلب هاي راح تغير بالمتا. انا لحد هسه مش واصل لمستوى تاون 14 و15، فما بعرف العب بالروت رايدرز، واتوقع انه انتو هاي التاونات راح تستغلوها، ان هاي التعويذه كثير اسطوريه مع الروت رايدرز. خلينا نعمل بعض التجارب. اول تجربه راح اعملها، لو تشوفوا هنا الدفاعات كلها تجمدت ولكن في عندنا السور ما تجمد، فعشان هيك لما نلعب احنا الوول بريكرز او مفجري الجدران راح يروحوا على السور، فهذا اشي لازم تتذكروه. برضو كمان الهيرو زي ما شفنا هسه من قبل كل اشي بتجمد الا الهيرو، والملك تبعتنا على السريع راحت على الملكة تبعتهم ولا كانها شايفة الاشياء يلي مجمدة بالجذور. اوكي، وبس راحوا شيز ديد. التجربة الثانية، في عندي هون مزرعة تسلا، فخلينا نجرب تجمدهم هنا تحت الارض نشوف اذا بيطلعوا ولا لا. المزرعة هي هون، راح نعمل هيك ثنتين عشان نتأكد انه كله راح يتجمد. لو تسمعوا الصوت وبرضه كمان تشوفوا الملك بنقز هيك شوية، اتوقع هذا الاشي لازم يصلحوه له بعدين. اللي هي تسلا عم تطلع من الارض ولكن الروت عم يمسكوها، والملك طنشهم وراح على المكان اللي ما فيه روت. لو نعمل هيك على السريع راح يغير من المكان اللي هو اللي رايح عليه ويروح على المكان اللي بعديه، لانه بطل يشوف الدفاعات. صراحة هذا اشي كثير جميل. لو تشوفوا هنا بعد ما راحوا ل 22 ثانية الملك على السريع راح لجهتهم وطنش الجهة اللي هنا، فصراحة السبيل كثير اسطوري، والاغلب راح نلعب انا هسه في كم تشكيلة مدلادر يعني راح نلعبها قدامكم افرجيكم اياها، كثير اسطوريات. خل نروح على التجربة الثالثة، الثالثة مش الاخيرة لا الثالثة. سؤال لكم مالريبلز، راح ندرب هسه نفس الاشي مع تسلا، هل راح يتفجروا الافخاخ ولا لا؟ هاي المرة راح اهجم بجيش عادي، ما اهجم بالملوك تبعوني. فلو تشوفوا هنا انه الافخاخ كلها تفاعلت، القنابل تفاعلت، الاعصار كمان برضه تفاعل، فهذا ما بيشتغل زي ما بتشتغل التسلا. هنا التسلا برضه كمان راح اظلها مسكرة، اوكي احنا كنا مستعجلين، اصلا هي طالعة علقت، فبس الافخاخ مش زي تسلا، الافخاخ راح تضلها ايش تدافع معلم. التجربة الأخيرة، لو كان قلعة الخصم فيها دعم، هل راح يطلع بعد ما نعملها هيك بالروت؟ والجواب انه راح يطلعوا من القلعة. فهاي الأشياء توقعت انه لازم تعرفوها، صراحة السبيل كثير جميل. أعطوه تقييم من 1 لـ10، أنا شايف راح يكون كثير قوي مع إني أنا جديد على اللعبة، ولكن أتوقع إنه توب لادر عبين ما يمسكوا السبيل هذا الجديد. طلعوا تشكيلات جدا أسطورية، خلينا أفرجيكم التشكيلات اللي أنا يعني جميلة نوعا ما. أول تشكيلة راح نجربها مع التعويذة الجديدة الإلكترو دراجونز، أنا شفتها جدا سهل التعامل فيها، وبرضه كمان كمعدات للأبطال أنا استخدم يلي موجود قدامكم، ما راح يفرق معي الملك والملكة، ولكن الآمر بدي إياه، وبرضه كمان البطلة ممكن تفيدك لبعدين. راح نهجم على تاون هول ليفل 13، راح نهجم من تحت، وراح نخلي مدفعية الصقر بعيدة عني لأنه بحدها الإير سويبرز، راح أفرجيكم أنا كيف بستخدم الروت هذا السبيل الجديد. أول إشي راح خلينا برضه نعمل نلعب هذا هنا، حلو،
بس من الجهة الثانية راح نلعب ملك مع ملكة، واتوقع لو بلعب انا هذا مفجر جدران ما راح يوصل. اي والله ضرب، اوكي نايس. مش راح العب بالون، حلو. انا فتحت عشان يفوت على النص، وهيك جميل، هيك جميل صح، هيك جميل. نلعب هون اربعة كله ورا، امر مع هاي، وعلى السريع هاي هون بس يوصل شوي لجوا. خليني بالله خلصيت الامر هون باللعب مية مية. بعدين شو بدي اعمل؟ بدي حبة تسريع معلم، بدي تسريع هون مع تسريع هون، نسرع كل اربد. حلو، لسه في معي تسريعات، هاي هون عشان ما يدمر للدنيا، وعلى السريع كمان واحدة ثانية هون. وخليت بس واحدة هاي الاير سويبر عشان يقدروا يقتلوها، لان هي اصلا جاية بالعكس. تسريعة هون بالله، تسريعة كأنها غلط هاي، والله غلط. ولا شيء فات فيها السكة صراحة. الهجمة يعني هي مش افضل هجوم، بس جميل انا شايفها. هاي هون ما بديت اصيد انا مدفعية الصقر. فهاي كانت هجمة لعبناها يعني مش باحترافية، لان صراحة ما بعرف العب انا، انا اصلا مش تعنه ليفل 13 يعني، بس هي هاي تشكيلة طلعت معي. لا مو اذا ظل الانفيرنو راح انا راح ازعل. شو جيجي والبليد، هاي كانت جدا اسطورية والله صدقوني، جربوها كثير حلوة، بس انا بعرفش العب. ثاني تشكيلة راح نلعب فيها تخصصي، كوين تشارج مع هايبريد، وراح نلعب فيها بالجذور بدال الفريز. حطينا بس واحدة عشان نفرجيكم كيف راح استخدمها، كثير نايس. ولكن بالنسبة لمعدات الابطال راح تكون يلي شايفينها امامكم. في عنا تاون هول للاعب محترف، اول مرة صراحة بلقى عليها نظرة، وراح نشوف من وين راح ندخل عليها. طبعا الكوين تشارج بالعادة يا على المبنى الرئيسي او على سكاتر شوت هدول، لانه بيعمل دمج كثير هائل للهايبريد، لازم تتخلص منهم، او الملتي انفيرنو يعني. فلو نشوف من هنا توقع افضل مكان ممكن نهجم منه اللي هو من تحت هون، بنحط احنا المنجنيق لانه ما في اشي يضربه من بعيد صح. وانا هيك شايف صراحة، لانه عيوني لسه مش ماخذة على تاون هول ليفل 13، انا بعدني شوي لتحت. واحد بالون، هذا اشي انا تعلمته جديد قبل ما تلعب هدول الحلوات، لانه الافخاخ هون جدا مؤذية، يعني كل فخ بشيل لك واحدة. راح نلعب بالله هاي هون، ماشي. بديش اياها صراحة تشطح، انا شطحت هي. هاد هون هاد هون، المفروض ما تشطح، تفوت لجوا، يعني انا صراحة عملت تنظيف جميل. حلو، اول فخ صدنا. انا حط 5 بلالين عشان الافخاخ معلم، بس هون في عنا سنجل انفيرنو، والسنجل مؤذي صراحة. حلو، ما صدمنا الخاصية او تايت هاي، انا بدي اياها تفوت للنص للنص يا بنت يا حلوة للنص، الله يرضى عليك. اتوقع مش هتفوت للنص، لانه تفوت للنص لا، ها شو اموره، اموره طيبة 100%. طيب عشان تفوت على النص غصب عنها غلطنا. لا اوعى اوعى اوعى، سنجل انفيرنو خاصية هون، وبالله نلعب احنا هسه الهايبرد هون. طرفا الناس الملك، اتوقع الملك كان كثير فادنا. حلو، لما يكون معها انت السهم هذا، دقيقة اركز بالهايبرد تبعي، راح اخلي خاصية الواردن متى بس يتفعل هسه عشان ما يموت بالقنبلة تاعت المبنى الرئيسي. هنستنى 8 ثواني. يا اخي تعرف انه انا ما شفت اذا في معي دفاعات، اذا طلع ولا لا. كمان واحد هيل هون، اتوقع اللعبة جي جي ترى، اتوقع اللعبة جي جي. قصة البطلة واللعبة جي جي ترى، بطل في عنده شيء هو. نسرق هون على السريع. ما استخدمنا هذولا لانه انا شطحنا بالكوين تشارج تبعتي. شوف علي انا صراحه لاني بعدني تاون 12، انا من اول الفيديو ما بدي احرق، بس انا تاون 12 بعدني. فاحنا حاليا عم نتدرب وعم نختبر كمان السبيل الجديد. السبيل الجديد ما استخدمته بعنايه، كان امكاني انه اقطع الجهه هاي واخلي الكوين تشارج تفوت لجوا. اتوقع كان ناقصني فريز صح؟ لأن فعليا لو معي بس فريز واحد على سنجل انفيرنو، الكوين تشارج حدا شغال معي بالهجمة. التشكيلة الثالثة والأخيرة راح نلعب بالسوبر هوك رايدرز، ونخلي معهم آلة الحصار اللي هي رامية الجذوع. وبرضه بالنسبة لمعدات الأبطال راح نلعب، راح أول شيء نلبسه أحذية للملك،
وبرضه نعطيها الدمى المعالجة للملكة لأنه بهمني أنها ظلها موجودة لآخر اللعبة. عشان هيك بقالة الحصار حطينا واحد بالون عشان بس تدمر يصيد الأفخاخ. وآخر إشي اللي فرق معنا حطينا مجلد الشفاء عشان يضلوا هي المين بالسوبر هوك رايدرز. خلينا نشوف التاون هاي. للأمانة هذول كلهم تاونات جديدة، أنا أول مرة بشوفهم يعني بهجم ضدهم. فكيف بدنا نفوت عليه معلم؟ كيف بدنا نفوت عليه؟ أنا هاي كيف جايب الزاوية مضايقتني. خلينا بالله نهجم من هون، نلعب واحد ياتي هون والثاني هون، لأنه بدي أخلي الملك والملكة مع آلة الحصار صح؟ والآيس جولم. وبعدين هون السوبر هوك رايدرز راح نلعب معهم الآمر والبطلة. بالله نلعب احنا هسه هذا هنا، الملك وراه، الملكة وراها، بعدين نلعب آلة الحصار، بعدين نعطيه واحد من هذا وواحد من هذا وسنجل انفيرنو. مسك مسك على الايس جولم. اوكي فكنت ماسك على الملك والملك شطح. طيب نعطيهم حبة تسريع هنا للملكة، حبة فريز هنا. ماشي خلي آلة الحصار بس شوي تمشي لقدام. راح نشوف هسه وين الملكة بتمشي ونلحقها. اوكي طبعا احنا ما راح نشغل هسه احنا الروت اللي هي هاي الجديدة حتى نشوف الملكة وين بدها تروح. انفعل خاصية بالله الملك هنا السنجل انفيرنو مسك الملك. لا طيب خليني الملكة ماتت، نرمي الامر هنا، البطلة هنا، وكل الهوجز وراهم. ليتس جو، الملكة لازم تضل عايش. اوكي هسه هاي هنا، هذا هون، بعدين الملكة مات. اوكي مش مشكلة على هذا. طيب واحد ثاني هنا، انا بعرف مش معك خاصة الامر. ماشي مشكلة هنا والله مليان السكاتر شوت، هاي كثير مؤذية، الوزارة تاور مؤذي، بس انا بدي الخاصية للتاون لانه هسه بس تنفجر لازم افعل الخاصية. انا والله خليني افعل خاصية، اقول لك لا 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 استنى 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 استنى, استنى. استنى اهدى اهدى يا هيمو اهدى يا هيمو اهدى لحتى ما اروح كل جو بدن. ايوه دقيقه علي هسه، اتوقع هسه افضل وقت صح. حلو اوكي بعدهم عايشين ولا اشي راح مني. لا بس ليش بطئون؟ كانوا صار جيش كثير بطيء فجاه مش عارف ليش. والحلو ان الامر لاحقهم، الامر ما عاد توتم الشفاء فكثير منيحه صراحه، كل ما يدمج الهوك رايدرز بردوا هيلو مره ثانيه، شيء جدا جميل. والبطلة اللي حقيتهم نفعل خاصية البطلة وتوقع انه خلاص جاي جي جي، ضايل بس حبة تسلا وحبة الانفيرنو والجيش يعني انا شايفه بعده موجود. على فكرة انا هاي اول مرة بلعب بالسوبر هوك رايدرز، فا والله دي على فكرة شو اللعبة كثير صعب تتعلم كل التشكيلات. يعني لحد هسه انا بلعب بالهايبريد العادية وتاون 12، فلما تلعب تاونات اعلى وتشكيلات ثانية للأمانة ما في عندك وخسرنا. أومي مان يعني دائما هذا آخر مبنى هو جايب لي التايهة. الفكرة وصلت. أوكي مان ريبلز هذا كان فيديو من اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا فيه. شو رأيكم بالتعويذة الجديدة؟ أنا صراحة يعني لحد هسا مش عارف كيف ألعب فيها، بس أنا متأكد أنه راح يكون في استخدامات جدا هائلة. انسوا من اللايك تعليق جميل انتظرونا في الفيديو القادم مان ريبلز. Peace out homies.